عرفتو كي داير من الصحة؟ لاباس عليكم، كلشي بخير؟ عواشر مباركة باش متمنيتو، ياك كاع بخير، هاني الأمور. أنا جيتكم بواحد الطريقة زوينة تاني وسهلة، يعني طريقة الاستعمال. شدو الصوفة كذلك، شدو الصوفة بحال هاك، هي الصوفة، وتتاخدو بلانشا، ولا تتاخدو بلانشا صغيرة ولا كبيرة. وطريقة الاستعمال تديرو بحال هاك، تديرو طريقة الاستعمال بحال هاك بحال هاك، وتتمو غادي تتلمو غادي تلمو في الخيط بحال هاك كذلك، يعني تمو غادي بحال هاك، تمو غادي تلمو بحال هاك. طريقة الاستعمال هي واضحة، وتتمو غادي ضربة 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 ضربة، وغادي يعني كما تشوفوا ما يكونش الفرق، والخيط على الخيط ما يكونش الضوء. واخا يكون الضوء من هنا ماشي مشكل، المهم هنا يكون، حيت هذا هو الجو اللي غيجي في الخنشه. وغادي بحال هكا، هي غادي مزيان كما تلاحظوا، تمو غادي يعني هاي تمو غادي مع هاد البلانشا، تمو غادي 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 حتى لتحت حتى لتحت، تمو غادي باش نطول عليكم. تمو غادي الصوف راه عندكم، بغيتو ديرو الالوان غديرو الموف، غديرو وحده موف تحطوها في خنشه، ديرو وحده حمراء تحطوها في خنشه، وديرو الزواقه لعب ولا الزواقه اللي بغيتو. والطريقه راه ديروها الكولا، الكولا راه غتقول لهم عطونا الكولا ديال الخناشي بلاصق فيها الصوفة على الخنجة، وغيعطوك الصوفة وغتجيب هداك الفردي ديال الكولا وغتضربو بيه. انت انا ما عنديش، عندي الكولا ديال الجاج، ديال الجاج ما تخدم لياش. انا بغيت نوريكم الطريقة، اما الكولا راه موجودة، ديال هادشي راه موجودة، ديال هادشي ديال هادشي راه موجودة، ديال الخناشي ماشي مشكل، راه موجودة. طبعا غتسمو غاديين بحال هكا، وغاديين بقاو غاديين كي قلت لكم، يعني تتوصلوا للراسن. ملي تتوصلوا للراس هنايا، تتوصلوا للراس غدوروه هادي بحال هكا، غدوروه بحال هكا، غدوروه بحال هكا بحال هكا، وديروا عليه الكولا في راسنا، تتلحقوا من هنا للراس، وديروا الكولا باش ما يتسربش. وتاخذوا الكولا كما قلت لكم، انا عندي هذه ديال الدجاج راه ما خداماش، ما تخدمش، ما تلصق لكمش ديال الدجاج. وملي تتشدوا الكوله، ها هي كما تشوفوا الكوله، والفردي اللي باش تاخذوا الفردي تاخذوه، وديروا فيه الكوله ديال الخناشي ماشي ديال الدجاج. والطريقه ها هي، تشدوا الكوله ديروا لها بحال هكا، ديروا لها بحال هكا اللور ديال البلانشا ماشي الوجه ديال هذا، وديروا له بحال هكا، وتحطوا الكوله اتقلبوها، تحطوها على الخنشه كذلك كما تشوفوا. هاي الطريقه الشيه، وتتم غادي الزربيه ديالي. تنشدوا البلانشا ديالنا، تنشدوا البلانشا ديالنا، البلانشا نشدو البلانشا ديالنا، البلانشا ديالنا تنحطو على هاد على الشي لاخر، نحطو على هاد الحرف، هاد الحرف الغادي نحطوها لاصقة هاكا، نحطوها لاصقة بحال هاكا كيما تشوفو. ملي نحطوها تبركو عليها مزيان، تبركو عليها تكرم، تحسوا بها كرمات، تحسوا بها كرمات مزيان. ملي تكرم تاخذوا مقاس ولا زيزواره، وتضربوا من الوسط، من الوسط، تتم غادي من الوسط. ملي غتم غادي من الوسط
الصوف غطيحوك الصوف غطيحوك وكذلك بحالوك غتجيكم الصوفه بحالوك ها غتجيكم الصوفه بحالوك شنو نوريكم جميع الجهه الاخرى هاي غتجيكم الصوفه بحالوك وانتوما غاديين انتوما غادي بالحنطه ديالكم انتوما غاديين بها مزيانه كيما تشوف غتجيكم بطريقه سهله يعني وضحت لكم غتحطوا ملي تصاوبوا هذا الفاس غتعاود ديروا فاس اخر ثاني واش بالحمار او بالزرق اللي عجبكم وكنفس القضيه غتحطوا ثاني هنا غتحطوها غتحطوها مزيان حتى تكرم اللي هزوا زيزواره وضربوا مال الوسط ولا مقص من الوسط تما غادي من الوسط من الوسط ما بين الشرخه والشرخان وسط ما تضيعوك ما تضيعوك من الوسط غتضربوا والصوف غطيحوك غطيحوك وتما غادي القضيه زوينه وسهله وسهله الاستعمال